بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تلفاز إيريس 40E 360. بعد تشغيل الجهاز يظهر بقع سوداء، وهذا في الغالب عطل اللدات. هذه هما المساطر الجديدة، 3 مساطر، 2A و1B. هذه هي الكارت الخاصة بهذا التلفاز، هذا هو رقمها. بعد فتح الجهاز هذه هما المساطر. المسطرة الأولى فيها 9 لدات، والثانية مقسومة إلى 2، 5 لدات في جهة و5 لدات في الجهة الأخرى. هذه 5 لدات تشتغل مع المسطرة في الأعلى، و5 لدات البقية تشتغل مع المسطرة في الأسفل، لكن المسطرة الوسطى مختلفة عن المسطرة القديمة، فهي ليست مقسومة في الوسط. عندما تجربها بتستر ليد تشتغل كلها، فاضطريت لأعدل على هذه المسطرة. هذا خط خاص بالسالب قطعته، وهذا خاص بالموجب لكنه لا يصل إليه هذا موجب المسطرة، لكنه لا يصل إلى اللدات الأخرى، فهو يبتدئ بهذا اللد الأول فقط. لكن لا يصل إلى الجهة الأخرى. سوف أعدل على هذه المسطرة بإضافة سلك للموجب كما تلاحظون. هذا السالب، وهذا السالب للمسطرة الثانية. الموجب وضعت هنا سلك لأوصل الموجب إلى الطرف، إلى اللدات الأخرى. وبعد تركيب المساطر سوف أجرب الجهاز. هذه هي المساطر كلها اشتغلت. كما تلاحظون هذا هو التعديل. فقط في المسطرة الوسطى. وبعد تركيب الشاشة الآن أجرب الجهاز. هذا هو الجهاز، يشتغل بشكل جيد. والسلام عليكم ورحمة الله.